يعني احنا بتشرف بوجودنا هنا في المملكة العربية السعودية، واحنا عارفين العلاقات الوطيدة اللي بتجمع ما بين مصر والسعودية، وفي نفس الوقت بصراحة يعني حاسين ان احنا في بلدنا استقبال كان حافل من كل الاطراف السعودية، واعلى يعني حاجة ممكنة في التنظيم احنا شايفينها لغاية النهاردة، وربنا ان شاء الله يخلي المباراة تبقى مباراة جيدة جدا، ويبقى الشعب السعودي والشعب المصري ان شاء الله فخورين بإقامة هذه المباراة على أرض السعودية.